جاءت أول عائلة سورية مهاجرة عام 1878. كانوا جميع رياديين، جميع السوريين رياديون. دينا بهالبلد سنة 1976. طبعاً كانت فرحة كبيرة لأمي وأبوي تشوف الكل مجموعين مع بعض بعد ما تفرقنا ل 15 سنة أو بجوز منهم أكثر. تعلمت الطهي من أمي وهي في بيروت الآن، عمرها 93 عاماً ونصف. سنعد هذا الطبق لتجمع موسيقيين معظمهم أمريكيون من أصول عربية. عندما نغني ننتقل إلى تلك الأماكن والأزمان، نتحمس لإحياء ذلك الشعور داخلنا الذي يتعلق بالمكان الذي جئنا منه. نشعر دائماً أننا نتحمل مسؤولية خدمة هؤلاء الناس وأن نجلب الثقافة التي تركوها في مكان بعيد إلى هنا. أنا جورج نوري ونحن جميعاً جزء منا، الكل في واحد. يوم آخر. جينا العيلة كلها طبعاً، نحن 7 أخوة وبنت، وابتدينا الشغل هون. بدينا نشتغل أي شغل، يعني بالمطعم دش واشر، نغسل صحون، ندهن بيوت، نشتغل أي شغل. وبعدين بدينا أول شيء بدينا فرن، اشتغلنا بفرن وبعدين اشترينا الفرن هذا وابتدينا البزنس هذاك الوقت. وهلا صار عندنا 44 سنه بالبزنس هون على الشارع. طبعا اكثر من فرن، نحن هلا اكثر من خبز في عندنا، من الخبز للذهب كل شيء، بس ما بنبيع حصن او جميل ما بنبيع. انا اسمي عابد نوري، مواليد حلب سوريا، ممكن نبيع كل شيء. وطبعا هون البلد هي بتعطي فرصة للجميع اللي بده يشتغل هون. البلد هي بتعطي فرصة كويسة. نحن لما جينا لأمريكا شفنا الأكل الأمريكاني، الأكل الأمريكاني طيب بس طبعا مش كله، وعندنا الأكل العربي كمان طيب بس مش كله. الأكل اللي عندنا كله من الفيجيتابل وكله من أكل صحي. الأمريكان هلا حاليا بياكلوا حمص أكثر مننا، يمكن بياكلوا حمص وتبولة بابا غنوج، بياكلوا محمرة، صاروا ياكلوها أكثر مننا نحن لأني شافوها هيلثي. كل العالم اللي بيجروا عنا لهون مشان يتسوقوا، يشوفوا هون المحل تبعنا وكأنه راحوا لسوريا أو أرمينيا وهن هون في أمريكا في بيتهم برجعوا. وكل شيء متوفر هون الحمد لله، كل شيء متوفر في البلد. وهذا اللي نحن بنريده، نلبي الزباين ونلبي العالم اللي هون كلهم عم يشتغلوا كثير. جينا لأمريكا، أول واحد أجا لأخوي، أخوي أول واحد أجا لهون 1969، أول واحد اللي عمل الأوراق اللي طلبه بتكون عمة أبوي. إجت زارتنا بحلب وأبوي قال لها إذا بتريدي تعملي لنا الأوراق، وبعدين عملت الأوراق. أول واحد أجا أخوي إلياس، طبعاً إلياس أول واحد تعب كثير، أول واحد أجا ما في عنده حدا واشتغل كثير، وكان يبعث لنا كمان لسوريا يبعث لنا يساعد بالمصروف. وبعدين اجى اخوي الثاني ستانلي، اخوي قسطنطين اكبر منه. وبعدين اجى كمان اخوي واختي بال 1975. وبعدين اخر شيء نحن جينا انا واخوي فايز وجيمي وابوي وامي بال 76، كان آخر دفعة جينا وجمعنا العيلة كلها. طبعا كانت فرحة كبيرة لأمي وأبوي تشوف الكل مجموعين مع بعض بعد ما تفرقنا ل 15 سنة أو بجوز منهم أكثر. يمكننا أن نستعين ببعض دماء الشابة. أبدو الآن أقصر بجانبك. لنرفعه. الحمد لله عندي واحدة عم تدرس محامية،
درست بالجامعة، واحدة عندها ام بي اي، يمكن شفتوها كريستين. وعندي طبعا بنتي عم تدرس نيرس، وجورج معه كمان ايكونوميك، كلهم عم يشتغلوا هارد وبساعدوني الحمد لله، كلهم عم يشتغلوا مثل ما نحن بنشتغل. نحن الآن في ساحة إليزابيث إتش بيرجر على اسم إليزابيث بيرجر، التي ترأست مجتمع تنمية منطقة وسط منهاتن، وهذا هو المتنزه الذي يقع بالقرب من الحي السوري، وسيصبح معلماً بالنسبة للسوريين في ذلك الحي. ولدت قبل سنوات عديدة في مدينة بيركلي في كاليفورنيا، ثم انتقل والداي إلى نيويورك بعد الحرب. والداي أمريكيان من أصل لبناني. جاء أجدادي الأربعة من لبنان وسوريا في القرن التاسع عشر واستقروا في مدينة نيويورك. أحمل شهادة الدكتوراه في علم آثار الشرق الأدنى، وأجريت بحث رسالة الدكتوراه في إيران، وكتبت مذكرات عن تلك التجربة، عن قصة عثوري على جذور الشرق أوسطية. جاءت أول عائلة سورية مهاجرة عام 1878، وغادر الكثير من المسيحيين دمشق عام 1860، وانتقلت هذه العائلة، عائلة أربيلي، إلى بيروت. قام الأب بترجمة الإنجيل للعربية في بيروت، وعمل مدرساً في مدرسة أرثوذكسية ثانوية في بيروت أيضاً. ثم قرروا عام 1878 أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة. أقيمت فعالية مدهشة في الولايات المتحدة عام 1893، وهي المعرض العالمي الكولومبي في شيكاغو. كان حدثاً مذهلاً، وكان الكل في الشرق الأوسط يعرف بشأنه ويتحدثون عنه، واستعد الجميع للمجيء للولايات المتحدة. استؤجرت سفينتان خصيصاً للعرب، واحدة من مصر والأخرى من بيروت. لذا جاء مئات السوريين وبقي كثيرون منهم هنا. كان هناك حوالي 1200 سورياً في مدينة نيويورك عام 1900. لم يكن عالماً وردياً، فقد كان المجتمع السوري في حرب ضروس، وذلك بسبب الظروف الفظيعة التي عاشوا فيها، حيث كان معدل الوفاة بين الرضع هائلاً، وتفشى السل بين البالغين والأطفال. هذا ما بقي من مباني شارع واشنطن التي كانت هنا عندما تواجد السوريون هنا. المبنى الأول إلى الجنوب كنيسة ملكانية تدعى كنيسة سانت جورج. قبل ذلك كانت مبنىً سكنياً، ثم دفع رجل ملكاني يدعى بارغويل المال لتغيير الواجهة لتصبح واجهة كنيسة. المبنى التالي مبنىً وسط المدينة للخدمات المجتمعية، تم بناؤه في عشرينيات القرن الماضي، وكان يقدم دورات للنساء والرجال والأطفال، والأخير آخر مبنىً سكني بقي في هذا الشارع. وهكذا كان شكل جميع المباني السكنية. بحب أعرف على حالي، أنا اسمي فايز نوري، من مواليد حلب بسوريا. جيت لأمريكا وقت كان عمري 16 سنة، وقبل ما أجي لأمريكا بديت أشتغل بسوريا بحلب بالصياغة، وبعدين جبت هالمصلحة هذه معي وهالفكرة هذه لأمريكا مشان نكبرها ويكون عنا الذهب العربي للعرب وللأمريكان في أمريكا، يلي هو ذهب عياره مظبوط وشغله حلو وكويس. ذهب ولا الماس؟ ذهب اليوم مش الماس. طيب الامريكاني اذا معه 5 دولارات وبده القطعه بدفع 5 دولارات وخلص، بس نحن العرب متعلمين انه لازم هذه مكتوبه 5 دولارات، لا اعطيني اياها باربعه. هذه الشغله المفاصله نحن هون في امريكا، اولا تعبت الاولاد، وبالمفاصله بهالمواضيع هذا معنى انه نحن لساتنا حاسين حالنا في بلدنا، في حدا نحن ممكن ناخذ ونعطيه معه. انا عم بشوف لك شيء يكون في عندي وحده ثقيله كويسه. فين راحت؟ هي ثقيله وملانه.
من كل قلبنا بنحب نساعد الشخص يلي هو جاي من البلاد لأمريكا لحتى يشق طريقه ويبني مستقبله، تماماً مثل ما نحن وقت جينا لأمريكا كان في أشخاص وولاد حلال يساعدونا وعلمونا إنه مدام هدول العالم ساعدونا نحن هلأ واجبنا إنه نساعدهم كمان حتى هن يشقوا طريقهم ويصيروا مثلنا ويمكن أحسن مننا. وكتير هالأشخاص هدول مثل ما نحن ساعدناهم وكانت كان عندهم أسئلة وجاوبناهم، هلأ في كتير أشخاص كبروا ودرسوا وأولادهم صاروا شخصيات عنا هون، مثل محافظ البلد في باترسون أبوه سوري وهو درس وتثقف ووصل بمراحل كويسة وهلأ هو المحافظ تبع باترسون. رئيس البلدية. كان هناك عدد كبير من السوريين الذين جاءوا ومعهم المال ويتحدثون الإنجليزية، لكن غالبية القادمين السوريين لم يكونوا كذلك، وسأستعين بجدي لأبي كمثال، حيث جاء إلى نيويورك عام 1889 وكان مارونياً، كانت معه حقيبة مليئة بحاجيات من الأرض المقدسة ليبيعها في الشارع، أخذها من أناس بالدين، كانت فيها أغصان من شجر الزيتون وحاجيات يفترض أنها من جبل الزيتون، ومسابح مصنوعة من خشب شجر الزيتون، وصناديق مصنوعة من الخشب نفسه، وحتى رمل من نهر الأردن اعتبره الناس مقدساً. بدأ السوريون في مدينة نيويورك يصنعون كل هذه الحاجيات المتعلقة بالأرض المقدسة، لذا كان الأمر مربحاً للغاية، لكنه أيضاً كان صعباً وخطيراً للغاية، حيث كانوا يخرجون للشارع كل يوم وينامون في العراء. تعرضوا لمضايقات الشرطة وانتهى بهم الأمر في السجن. كانوا يعملون على مدار الساعة خلال تلك الفترة من لحظة وصولهم إلى الوقت الذي توقفوا فيه عن العمل كباعة متجولين. استغرق الأمر 3 سنوات، وبعدها صار بإمكانهم افتتاح متجرهم الخاص إن كان هذا ما أرادوا فعله، وصار بإمكان النساء أن يتوقفن عن العمل ويبدأن بتكوين أسرة. هذه العملية ضمنت امتلاك الناس ما يكفي ليستقروا ويعيشوا حياة أفضل. اسمي جميل نوري، مولود حلب سوريا، بدينا بهالبلد سنة 1976. جينا كان في ناقص خبز عربي، كان صاحب المخبز اللي نحن فيه كان يخبز كيسين خبز باليوم، 200 بون خبز، واللي قدر يشتري اشترى، واللي ما قدر راحت عليه، صار بده يوصي. نحن البركة 7 شباب اشترينا المخبز سنة 77 وقلنا يلا نخبز ليل نهار، نلحق خبز لكل الناس، نزاعت الكلمة إنه بتقدر تجيب خبز أي وقت بدك. بعد الخبز بدينا نزيد أغراض على المحل، صرنا نجيب أفلام عربية نأجرها. هذا شيء كتير ضروري إنه المرأة والرجال يكونوا على ذات السرعة. هلا زوجتي أنا من إيطاليا ساعدتني كتير بتربية الأولاد، خلتهم ما يحسوا حالهم ناقصهم شيء، إنه أبوهم عم بيشتغل طول الوقت، هي كمان كانت جاهزة تشتغل طول الوقت. الحمد لله ما كان في نقص، ما كان في أي خلل بالحياة الزوجية. قرر المثقفون الذين جاءوا إلى هنا أن ينتجوا أدباً عربياً في هذه البلاد، وكانت المحاولة الأولى لفعل ذلك هنا في نيويورك عندما قرر أخوان من عائلة أربيلي التي كانت أول عائلة سورية جاءت إلى الولايات المتحدة عام 1878 أن ينشئا أول صحيفة عربية في الولايات المتحدة عام 1892 كان اسمها كوكب أمريكا، وكانت صحيفة مذهلة، قدمت نصائح لمن يرغبون بالهجرة إلى الولايات المتحدة من سوريا، لأنهم كانوا يرسلون الصحيفة إلى سوريا أيضاً، وكان الناس هناك يقرؤونها، وتم توزيعها بالبريد في أنحاء البلاد. ظهر من هذا الإرث الأدبي عدد من الكتاب، جميعهم من الذكور، وأطلقوا على أنفسهم الرابطة القلمية. نشروا عدداً من المؤلفات مثل الشعر والمقالات، ونشر خليل جبران كتابه النبي عام 1923 في أوج عمل الرابطة القلمية. على هذا الجدار الممتد على طول المتنزه سيتم وضع اقتباسات من أعمال خليل جبران وإيليا أبو ماضي وربما عفيفة كرم وعبد المسيح حداد.
لم نختر الاقتباسات بعد، لكن جمعية شارع واشنطن التاريخية واللجنة الأدبية سيعملان على الأمر. أنا أمريكية من أصول عربية، وأنا لبنانية وأمريكية. أنا هذه الصفات الثلاث، وقد قام العرب في هذه البلاد بأمور مذهلة، لكن لا أحد يعلم بوجودنا، وليس لنا وجود في التعداد السكاني. لا وجود لنا في أي وثائق. أهدف لأن نصبح معروفين عند الآخرين، لأننا ساهمنا في هذا البناء في نسيج مدينة نيويورك والولايات المتحدة كلها. لذا هدفي أن نصبح بارزين. نحن في وسط مدينة باترسون، وسنذهب في جولة عبر المجتمع السوري والفلسطيني العربي هنا. نحن هنا معا، هذا أهم من أي شيء في العالم. مرحبا جميعا، أنا في الكيال ونحن في وسط مدينة باترسون، وسنذهب في جولة عبر المجتمع السوري والفلسطيني العربي هنا. يوجد أمر شاذ هنا أريد أن أشير إليه، وهو هذا المطعم الذي يسمى المطبخ اللبناني. عدد اللبنانيين في باترسون قليل جدا إن لم يكن معدوما. الجميع هنا سوريون، وتقريبا جميعهم من مدينة حلب، لذا وجود لافتة لمطبخ لبناني هنا غريب، لكنه أيضا تاريخي، لأن سوريين كثيرين بدأ تعريفهم كلبنانيين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تخلص لبنان من الاحتلال الفرنسي والسيطرة السورية. وسترون الآن لافتة لمتجر أطعمة حلال، وهذا جديد جدا في باترسون. يقع محل الجزارة السوري الأصلي الوحيد الذي بقي في باترسون في آخر هذا الشارع، هو متجر جورج، ويأتي إليه السوريون من جميع أنحاء ولاية نيوجيرسي لشراء اللحم، ويورد اللحم أيضا لجميع الاحتفالات الأرمينية في الولاية. كل هذا جديد، وأعني بجديد منذ 10 أو 5 أعوام. لطالما كان الأمريكيون من أصول عربية يتجمعون على شكل مجموعات صغيرة، حيث كان من أصولهم من دمشق يقضون الوقت معاً، ومن من حلب يقضون الوقت معاً، وينطبق الأمر على الكاثوليك والأرثوذكس. بعدها تلتقي هذه المجموعات في مناسبات كبيرة نسميها المهرجانات، حيث يأتي الآلاف إلى متنزه كبير، وتستمر فقرات تضم الموسيقى والرقص والطعام ليومين أو ثلاث، فتكون فعالية كبيرة. أنا أندريس صايغ، عمدة مدينة باترسون. أنا فرحانة صايغ، زوجته، ويشرفني أن أشارككم بعض المعلومات عن المجتمع المذهل الذي ينمو في باترسون في ولاية نيوجيرسي. أنتم هنا في المركز الإسلامي في مقاطعة باسيك، وهو من أكبر المساجد شمال نيوجيرسي. اليوم عيد الأضحى، وهو لإحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام للتضحية بأعز من لديه في هذا العالم تقرباً لله، ولذا يحمل هذا اليوم رمزية كبيرة لنا كلنا، فنفكر فيما نضحي به نحن من أجل الصالح العام ومن أجل الآخرين. الهدف من تقديم الأضاحي أن يحرص الناس على أنهم يعطون الفقراء، ولذا صندوق التبرعات من أجل هذا الغرض، وتوجد صناديق تبرعات خصيصاً للمساعدة في نمو المسجد أكثر. وسترون أيضاً أطفالاً يتجولون ويحملون مالاً، لأن الكبار في هذه المناسبة يعطون الأطفال مالاً، فأعطي في العادة الأطفال الصغار الذين أعرفهم 5 دولارات فيتحمسون. إنها فعالية يتطلع الصغار إليها. دفعت للتو دولاراً لشراء عبوة ماء، فأعطاني ربما 10 دولارات. اخترتم أفضل وقت للمجيء إلى مدينة باترسون، المدينة الأكثر تنوعاً في نيوجيرسي، ويمكننا القول إنها المدينة الأكثر تنوعاً في البلاد. إنها الكل في واحد.
إنها فسيفساء متعددة الثقافات، ونفتخر كثيراً بالمسلمين هنا. لدينا هنا أحد أكبر تجمعات الفلسطينيين إن لم يكن الأكبر، ولدينا أحد أكبر تجمعات الأتراك، أو يمكنني القول إنه الأكبر في البلاد، ولدينا أيضاً أحد أكبر تجمعات البنغلاديشيين في البلاد، وأحد أكبر تجمعات الدومينيكان، وبعض الدومينيكانيين مسلمون أيضاً. صحيح. كان والداي كاثوليكيين من المذهب الميلكاني الشرقي. تعمدت في كنيسة سانت آن في وودلاند بارك، وزوجتي لم تتعمد في كنيسة سانت آن. لم أتعمد على الإطلاق. ولدت ونشأت كأمريكية مسلمة. علمني والداي أن أفتخر بثقافتي وديني، وأن أتثقف بديني وأعتنقه روحياً. الحب أعمى. الحب أعمى، نعم. عمى ألوان وعمى ثقافة وعمى دين وكل شيء. لدينا 3 أطفال جميلين يستمتعون بالمجيء هنا وبالذهاب للكنائس، يستمتعون بالذهاب إلى أي معبد. أخيراً تمكننا من أن نجتمع، فلم يحدث هذا لأكثر من عام، حيث تعين على الواحد منا أن يبتعد عن الآخر 6 أقدام، وكان هناك تباعد اجتماعي. أما الآن يمكننا الاجتماع وأن نعبد الله ونستمتع بوجود عائلاتنا. يشرفني أن أكون هنا اليوم، ويشرفني دائماً أن أتواجد وسط الأصدقاء والعائلة في احتفالنا بعيد الأضحى إحياءً لذكرى ما فعله النبي إبراهيم وابنه إسماعيل. وبالحديث عن الأضاحي، ضحينا نحن لأكثر من عام، لكننا الآن معاً هنا. هذا أهم من كل شيء في العالم. وانظروا من انضم إلينا. نحن نشهد تاريخاً يتشكل. أول مسلم وأول فلسطيني رئيساً للقضاة في تاريخ مدينة باترسون، أيمن عبوشي. ارتاحوا في مجلسكم. لقد تباعدنا لوقت طويل، أما الآن اجتمعنا. أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. استمتعوا بالعيد وبوجود العائلة. الحمد لله على كل شيء. ممتنون لهذا. شكراً لكم. مجتمع الأمريكيين من أصول عربية وجد صوته ويرغب بأن يصبح معروفاً، لذا تحدثنا عن أن تصبح فئة الأمريكيين من أصول عربية أو العرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محددة في التعداد السكاني في البلاد. فللأسف على العرب الآن أن يضعوا علامة عند مربع البيض، ولا يمثل هذا حقاً تجربتنا هنا في الولايات المتحدة. نحتاج إلى تمثيل أكبر. أفتخر بأنني أول عمدة أمريكي من أصول عربية في تاريخ مدينة باترسون، لذا نحتاج إلى المزيد من التمثيل المحلي وإلى عدد أكبر من الممثلين على مستوى البلاد ليتواجدوا في العاصمة واشنطن للتعبير عن بعض المخاوف ومعالجة بعض القضايا التي تطرأ هنا في المجتمع المسلم. نفتخر بأن نصف أنفسنا بأننا بلد المهاجرين، وبأن نصف باترسون بأنها مدينة المهاجرين التي ترحب بالجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس. نحن المهاجرون. نحن لها. ونحن لها. ما يزال السوريون يسيطرون على باترسون. يوجد بعض المهاجرين اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين، لذا لم تعد تقتصر على السوريين، لكن في وقت ما كانت تلقب بسوريا الصغيرة. هؤلاء جميعا سوريون من بروكلين، مسيحيون من الجيل الأول، كانوا رياديين. السوريون رياديون بطبيعتهم. ولدت في بروكلين في مدينة نيويورك لوالدين سوريين من حلب. والدي مهاجر جاء إلى هنا بعمر 10، لكن أمي ولدت هنا. أتوقع أن زواجهما رتبه أحد القساوسة في المنطقة، ثم عاشا بسعادة إلى الأبد. لكنني عدت إلى سوريا للبحث عن أصولي. عملت ابنة أخي كصحفية في العاصمة التشيكية براغ وأرادت أن تكتشف جذورها، لذا قلت لها لنذهب إلى سوريا، وكانت أروع تجربة في حياتي. أردت أن أجد أحد أقاربي من عائلة كيال في سوريا، وعلمت أننا كنا كاثوليكيين ملكانيين. وللمفاجأة كانت توجد كاتدرائية كاثوليكية ملكانية في حلب ملاصقة لمسجد. قرعنا جرس الباب وقلت للقساوسة إن شقيق والدي كان الأب جوزيف كيال، فقال جوزيف كيال نعم، مات في السودان. يعيش شخص من عائلة كيال في الجوار. طرقت الباب وفتح شخص الباب وكدت أقع من الصدمة. كان نسخة عن والدي. قلت يا إلهي، يمكن أن يكون توأم أبي. أخبرته عن والدي فقال نعم، كان شقيقه قصا صحيح. قلت نعم. قال نعم نعم، غادر عندما كان صغيرا ولم نره بعدها. لم يستخدم الناس هنا كلمة عربي إلا إذا اضطروا، لأن الكل وصفنا بأننا عرب. بعدها قررنا نحن حرفياً الجيل الرابع أن نأخذ هذه الكلمة ونسترجعها ونعيد تعريفها بطريقة إيجابية.
وهكذا بدأ هذا الشارع ينتعش ويصبح معروفاً، حيث كان الناس يأتون إلى هنا من كل مكان لتناول الطعام السوري اللذيذ. أعتقد أن هناك فكرة سوسيولوجية تتمثل في أن تقبل طعام إحدى المجموعات العرقية يؤدي إلى تقبل المجموعة العرقية نفسها، وهذا واضح في حالة الإيطاليين واليونانيين، فالكل يعرف جبنة فيتا والبيتزا واللازانيا. ينطبق الأمر نفسه على التبولة والحمص وبابا غنوج، لذا أعتقد أن هذا الافتراض صحيح، وأننا نصبح مقبولين أكثر مع الزمن. Where's my gibinea? That should be first. I keep telling them that every time I come. اسمي جورج نوري. نحن الآن في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي في مطعم ومقهى نوري. أنهيت للتو تلبية طلب غداء كبير وضاعت الكلمات مني، فقد كان يوما حافلا، لكن الأمور تسير بشكل رائع ويسعدني أن أخذكم في جولة اليوم. لنذهب. هنا قسم الفرن، وهنا نخبز كل فطائرنا الطازجة. هذه فطائر اللحم بالعجين، وهي ما يشتهر به مقهى نوري، حيث يأتي كل من في الشارع الرئيسي إلى هنا من أجل هذه، وهذه نعمة، والوضع جيد أيضاً. تراكمت بعض الطلبات هنا كالعادة، ونتلقى بعض الدعم هنا. أتعامل مع هذا الطلب الآن. لدينا 4 فطائر جبنة وفطيرتان بالجبنة والزعتر و12 فطيرة لحم بعجين. سنجمعها كلها الآن. افتتحت هذا قبل 3 أعوام، وببطء وثبات أصبح عنصراً أساسياً في باترسون وفي حياة المجتمع العربي. لطالما شعرت بالامتنان والشرف بأن أخدم المجتمع العربي هكذا، لأننا نشعر دائماً بمسؤولية خدمة هؤلاء الناس وأن نجلب الثقافة التي تركوها في مكان بعيد إلى هنا. يبدو أن الحوار في هذه البلاد حول المهاجرين مغلوط قليلاً ويميل إلى النظر إلينا بعيون مختلفة، لكن بصراحة كوني ولدت هنا أشعر أنني أمريكي كأي شخص آخر هنا، لكنني لن أقول أنني أمريكي من أصل عربي. أنا أمريكي وكذلك سوري وكذلك أرمني، ويمكن أن أكون كل هذه الأمور في آن واحد. هذه نظرتي للأمر. انظروا إلى هذا. تأخذون قطعة خبز وتغمسونها هكذا. ستحبون هذا، إنه أشهر طبق يمكن أن تحصلوا عليه. أنا كريستين نوري، ونحن في مدينة باترسون في نيوجيرسي في مركز الأخوة نوري للتسوق. عرفت هذا المكان طوال حياتي، حيث شكل جانباً منها منذ 32 عاماً. أنا ابنة ألبرت نوري، وقد افتتح برفقة أعمامي هذا المتجر قبل أكثر من 40 عاماً. أفتخر كثيراً بأنني من عائلة نوري وبأنني سورية أرمنية. عندما جاء أبي وعمي إلى أمريكا، لم يكن يوجد مجتمع شرق أوسطي هنا، ولم يفكرا بافتتاح مخبز أو بالخبز العربي. قاما بأعمال متفرقة مثل الطلاء وغسل الصحون في المطاعم وأمور مشابهة ليتدبرا أمريهما، وبعدها مرا بباترسون وأنشأ المخبز وانتعشت الأمور من هناك. الخبز المحمص سيصبح أكثر جفافاً قليلاً عند تسخينه. هذا المحمص سيكون لذيذاً، رائع. بدأ والدي دراسة الهندسة المدنية في سوريا. يتمتع التعليم بأهمية كبيرة في العائلة. درست أنا اللغة الإنجليزية في جامعة روتجرز، ثم حصلت على شهادة الماجستير في النشر من جامعة بيس، وشهادة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال من جامعة مونت كلير. لذا التعليم مهم عندي أيضاً. هل بقي لدينا المزيد يا جوش لنضعه على الرف؟ نعم، حسناً، رائع، نعم، هذه وربما تلك أيضاً، لنملأ الرفوف بشكل جميل. أنا ناتالي نوري. ها
هذا قسم المجوهرات خلفي، وهذا هو المكان الذي أعمل به أنا ووالدي معظم اليوم. نبيع ونعمل في الخلف ونصلح القطعة وكل شيء. عندما بدأ والدي هذا العمل كنا معه جميعاً، أنا وإخواني، وكلنا بنينا هذا. ومع الوقت بدأ الجيل الثاني يتدخل ويحدث بعض التعديلات وما شابه. بالطبع الجيل الأكبر هو الذي أسس العمل، فهذا أساسهم ونحن هنا فقط لنكمل مسيرتهم. هذا أبي فايز نوري، وهو مثلي الأعلى، يساعدني كل يوم لأقوم بشيء مختلف في المحل ويعلمني شيئاً ما، لذا لم أكن لأصل إلى حيث أنا اليوم دونه. لا شك أنني ما زلت في طور التعلم وما إلى ذلك، فأنا ما أزال في الجامعة. كنت آتي إلى هنا وأنا طفلة وأتبع والدي لأي مكان، فماذا يمكنني أن أفعل غير هذا؟ كنت أتبعه في أرجاء المتجر وكنا دائماً في قسم المجوهرات. هذه ناتالي. أما الآن وقد صرت أكبر، لا شك أنني صرت أعمل أكثر وتقع على عاتقي مسؤولية أكبر. خلال نشأتي في أمريكا لم أجد صعوبة بإيجاد أصدقاء عرب، لكن لدي بالطبع أصدقاء أمريكيون أيضاً، ويكونون مهتمين كثيراً بما نفعله في المنزل عندما يزوروننا، حيث تطهو أمي الطعام العربي المنزلي يومياً، فيأكلون الطعام ويلتقطون بعض الكلمات العربية. من هذه الكلمات كلمة يلا، لأنني دائماً أقول هيا هيا يلا، لذا التقطوا هذه الكلمة. يريدون أن يتعلموا اللغة والثقافة، حيث تثير ثقافتي فضولهم كثيراً. يشعر معظم الناس بالغرق في غرفة كهذه، لكن بالنسبة لنا هو مجرد يوم ثلاثاء آخر. الموسيقى كالطهي، لأن الناس يتناقلونها في المعظم شفهياً. أنا جوني فراج، وأعد الآن طبقاً يسمى الكبة، وهو طبق لبناني. تعلمت الطبخ من أمي التي تعيش في بيروت الآن وعمرها 93 عاماً ونصف. والطريف أنني أخذت الوصفة منها شفاهياً، أي ليس عندها كتاب يحتوي على وصفات مكتوبة، لذا دائماً ما تكون هناك تفاصيل منسية أو مفقودة ولا أحصل عليها إلا بعد أن أسأل 5 أو 6 مرات. أعيش هنا منذ عام 1998. جئت لأكمل الدراسات العليا في جامعة روتجرز، وحصلت على الماجستير في هندسة الحاسوب، وباقي القصة معروف. نعد الطبق من أجل لقاء لموسيقيين معظمهم أمريكيون من أصول عربية. والكبة عبارة عن لحم في العادة يكون لحم خروف، لكنني استخدمت هنا اللحم البقري لأن الحصول عليه أسهل. المكون الرئيسي هو البرغل، لا يمكن إضافته إلى الخليط وطبخه لأنه سيصبح جافا جدا، لذا ننقعه في الماء لعشر دقائق. مسألة مدة النقع مهمة، يجب أن يكون طرياً بما يكفي، لكن ليس طرياً كثيراً ولا جافاً كثيراً. الدنتي. سنخلط معه البصل المبشور بالإضافة إلى بعض الملح والقرفة، لأن القرفة تعادل حدة طعم البصل. ويمكننا أن نضيف بعضاً من جوزة الطيب لأن طعمها ينسجم كثيراً مع هذا الطبق. سنخلطه وسأستخدم يدي، ولا بأس بهذا لأن الشيف يسمح له باستخدام يديه. من الذين سيحضرون سامي أبو شميس، ونعرف أنا وسامي بعضنا البعض منذ وقت طويل. عرفني على بعض الموسيقيين الجيدين مثل سيمون شاهين وآخرين، ودخلت شبكة من الموسيقيين والأصدقاء الذين بدأوا يقيمون بعض الحفلات. مكتوب على قميص بروكلين مقام هانغ، وهي منظمة أسسها 3 أمريكيين، جميعهم موسيقيون مختصون بالموسيقى العربية، بهدف الترويج لهذا النوع من الموسيقى في بروكلين ونيويورك عموماً. الكبة هي ما نسميها العجينة، وهي عبارة عن اللحم المفروم والبرغل، وهي في الطبقتين السفلى والعليا، وفي الوسط نضع الحشوة. نصنع الحشوة من اللحم المفروم والصنوبر والبهارات وبعض البصل. علينا الآن أن نمد الطبقة العليا، وهذا هو الجزء المهم.
حيث يجب ألا تنفد من العجينة، فهذا سيسبب وجود فراغ. لذا علينا أن نقدر السمك الصحيح لكل قطعة نضعها، بحيث تنتهي الكمية عند إكمال الطبقة. ألفنا أنا وسامي كتاباً عن الموسيقى العربية أسميناه Inside Arabic Music، ونحاول توثيق التقليد الذي نؤديه والذي تعلمناه شفهياً في هذه البلاد. فالموسيقى تشبه الوصفات التراثية، لأن الناس يتناقلونها في المعظم شفوياً وتختلف باختلاف المناطق، وهي تعبير عن الثقافة. لذا من المهم جداً أن نستمر بإعداد هذا الطعام وتقديم هذه الموسيقى للسبب الثقافي نفسه. أعتقد أنني انشغلت بالحديث، لذا سيبقى فراغ قليل هنا لنرى ما سنفعله بهذا الشأن. أشعر أيضاً أن لغتي العربية لم تضعف مع الزمن. أنا هنا منذ 23 عاماً، لكن لغتي العربية ما تزال جيدة جداً. أكره أن أصبح مثل بعض أقاربي الذين بدأوا ينسون لغتهم العربية ويخجلون كثيراً من استخدامها. لن يحدث هذا لي، لأنني أحرص على الاستمرار باستخدامها بالدرجة الكافية. حسناً، سنسكب الآن بعض الزيت عليها، فيجب أن تحتوي على كمية كافية منه. أعتقد أنها أصبحت جيدة، إذا استثنينا الفراغ الموجود هنا. لم يسبق أن حدث هذا معي من قبل، لكنني أعتقد أنها جيدة. لدينا هنا بعض الأشياء التي أعددتها مسبقاً. لدينا بعض الأرز مع الشعيرية، نسميه بالعربية رز فلفل. لدينا طبعاً أحد الأطباق التي يجب أن تكون في كل وجبة، الحمص. أعددته هذا الصباح. شويت أيضاً بعض القرنبيط. أما عن طبق الخضار فقد أعددت المسقعة اليونانية، نسميها المغمورة، وهي من الباذنجان والبندورة والبصل وبعض الحمص الحب. سأخذ دفاً معيناً لأن الجو شديد الرطوبة. لدي مقياس للرطوبة يقول إن نسبتها 65%. هذا ليس جيداً للدف، لأنها ستجعله يرتخي ولن يصدر صوتاً قوياً. سأخذ هذا الدف المصنوع من البلاستيك، إنه من صنع كيفورك، وهو الأرميني المشهور الذي يعيش في لبنان. تريدين شيئاً آخر؟ لا، شكراً جزيلاً لك. أهلاً بك. عائلتي كبيرة جداً، لدي 7 أعمام وعمة، وأعتقد أن عندي حوالي 30 من أبناء العمومة. لذا نحن عائلة كبيرة ونعيش جميعاً في المنطقة نفسها، في نيوجيرسي، نيويورك وبنسلفانيا، لكننا دائماً معاً. أرى الكثير من أعمامي يومياً، وهذا أمر أعلم أن معظم الناس هنا لا يستطيعون قوله، لكنني أرى عمومتي وأولادهم بشكل يومي، وهذا رائع. العائلة كلها مجتمعة، ونحب أن نجتمع ونقضي وقتاً معاً كل بضعة أيام وأشهر، ونتبادل الأخبار وما نحن بصدده، لذا عددنا كبير. أنا جون نوري، وأنا الآن في مقهى نوري. أنا الثالث بين إخوتي الذكور، لذا نحن بالترتيب ستانلي، ثم كونستانتين، ثم إلياس. أنا جون، ثم زكا وعابد وفايز وفؤاد وجيم. عندما جئت إلى هذه البلاد كنت أعاني من حالة عصبية،
لكنني عندما التقيت إخوتي الذين لم أرهم منذ 11 أو 12 عاماً فلم نكن نعيش معاً، شعرت بالانتعاش وتفتح ذهني. تحسنت، وفي غضون أسبوعين استعدت صحتي، وأدين بهذا لهذه العائلة المذهلة. والشيء الوحيد الذي أقوم به منذ ذلك الحين أن أحاول مساعدة أي شخص أستطيع مساعدته، سواء فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي أو الهجرة أو إصلاح شيء ما في منزل ما، وأشارك بأعمال خيرية كبيرة. ونحن نخطط لمشروع عائلي، وهو عبارة عن ميتم أو معهد ديني لنعد قادة جددا ليقودوا جيل المستقبل. دائرة الموسيقيين دائرة اجتماعية أيضاً، فنحن موسيقيون وأصدقاء أيضاً، لذا نستفيد بالجهتين، فهو ارتباط ثقافي وكذلك موسيقي، فنجتمع ونتعلم ونعلم. نقوم بالكثير من الأمور في تلك اللقاءات، فبعضنا يعمل في إصلاح الآلات، ونستعير أيضاً الآلات من بعضنا البعض. يربطنا بالوطن أن نتمكن من تناول طعام مطهو بعناية وطعمه لذيذ، يبعث هذا على الراحة، فهو ارتباط قوي جداً. أعتقد أنها طريقة رائعة لأن نقوي علاقتنا، حيث نقدر جميعاً هذا الطعام. جون صديق عزيز، فنحن صديقان منذ وقت طويل، وعلاقتنا قوية لدرجة أنني أستطيع أن أعزف الموسيقى معه، لكن عندما يتسنى لي أن أكل بعض الكبة فهذا عظيم. مرحبا. أهلا جوني، كيف حالك؟ سعيدة برؤيتك. غني لي شوي شوي أغنية لأم كلثوم، إنها أغنية متمردة لحنها متمرد وهي احتفالية وتتعلق بالغناء ومتعة الغناء المنفرد. Yeah.
هذه الأغنية مصرية، عنوانها يا من توحشني، تعبر عن الاشتياق والحب والألم والمعاناة وأحياناً السعادة، ولكن في معظمها عن الألم والمعاناة والحب. جاء كل شخص موجود هنا من مكان ثقافي غني وحافل. والحنين جزء أصيل من هذه الأغاني. بالنسبة لي هي بعد وجودي آخر، لذا عندما يغني المرء ينتقل إلى هذه الأماكن والأزمنة بحيث نتوق لنحيي ذلك الشعور داخلنا الذي يتعلق بالمكان الذي جئنا منه. لا يوجد كتاب جيد يتحدث عن الموسيقى العربية، لذا أنشأت موقعاً إلكترونياً لعلنا نستطيع استخدامه في تعلم وتعليم القليل. ازدادت شهرة الموقع، وقبل حوالي 13 عاماً قلت ربما أستطيع تحويل الموقع إلى كتاب، فدعوت سامي ليتعاون معي في تأليفه. تعاونت معه في موقع المقام. نحن صديقان نعزف الموسيقى ونتحدث عنها منذ 20 عاماً. ولطالما تحدثنا عن أهمية التقليد الشفهي وطريقة تشارك المجتمع الواحد بالموسيقى، وتشاركنا أيضاً في الرغبة بالتفكير بالنظرية الموسيقية من منظور عملي. التقيت بزوجتي دون لف ودوران. ذهبت مباشرة إلى منزل أهلها والتقيت بها هناك، وكانت أمها في المنزل. جلست معها لساعتين وقلت أخيراً أنا سعيد أنك ظهرتي. ذهلت بها، كانت امرأة جميلة، وهذا ما قاله لي الجميع. بقينا مخطوبين بضعة أشهر ثم تزوجنا، والحمد لله لدينا الآن 5 أولاد رائعين. أنا جون نوري، ولدينا جون نوري آخر هنا، وعلى يميني ديلان نوري. أكثر ما نفتخر به ويمكن أن نتغنى به طوال اليوم حبنا لبعضنا البعض وأننا نبقى معا. عندما تحدث مشكلات نتقرب من بعضنا أكثر، فيزداد تلاحمنا وتزداد قوتنا معا. يمكن أن يشعر معظم الناس بالغرق في غرفة كهذه ولن يعرفوا ما عليهم فعله، لكن بالنسبة لنا هو مجرد يوم ثلاثاء آخر. هذا طبيعي تماما. لا يصيب الأخيار سوى الخير، لذا على الجميع أن يقوموا بعمل صالح كل يوم وبغض النظر عن الظروف والمسؤوليات. قوموا بأكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرة وستحظون بأفضل حياة يمكن أن تحلموا بها. يعود استخدام الكمان في الموسيقى العربية لحوالي 150 عاماً، وينحدر من الآلات الوترية من الشرق الأوسط، وهي الربابة والكمنجة. لكن الكمان عاد للشرق الأوسط في القرن 19، وأصبح بحلول أوائل القرن 20 آلة أساسية في الموسيقى العربية في مصر وسوريا. أعزف الكمان، هو نفسه الكمان الغربي، لكننا نعزفه بطريقة مختلفة قليلاً. نرى
أن هذه الأغاني عاطفية جدا ومريحة عندما نغنيها أو نسمعها، لأن فيها مجموعة من المشاعر، وخاصة بالنسبة لمن يغنونها، فهي تمنحهم ارتياحا هائلا مع عمق في المشاعر. يمكنني أن أنغمس فيها كثيرا وأبدأ في الارتجال، ونسمي هذه الحالة سلطنة، وهي الانغماس بالأغنية أو الموسيقى، فنبدأ بأن نصبح مبتكرين ونغني بسلاسة. نريد أن ينغمس العقل مع الأغنية، وهذا ما نحاول إعادة خلقه. نستمر بالتوغل فيها أكثر فأكثر حتى نصل لهذه الحالة، ثم نحاول الحفاظ على المستوى لأطول وقت ممكن. لا أغني وأقول